السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة من الحدث. فلأول مرة منذ بداية انهيار أسعار النفط يعترف رئيس الحكومة الجزائرية عبد الملك سلال بانعكاس الأزمة النفطية على الاقتصاد الجزائري، مؤكدا أن الحكومة لم تكن تتوقع انهيار أسعار النفط، مشيرا في نفس الوقت إلى أن احتياط الجزائر من العملة الصعبة سينخفض إلى 38 مليار دولار إذا ما استمرت أسعار النفط في حدود 60 دولار، بل ستبلغ مستوى 19 مليار دولار فقط إذا ما انخفض النفط إلى حدود 50 دولار. أما عن قدرة الحكومة على تسيير الأزمة فقد صرح سلال أن الحكومة قادرة على ذلك حتى عام 2019 موعد انتهاء العهدة الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة. سلال لم يعد يتحدث عن وعوده خلال حملة انتخابية لصالح عبد العزيز بوتفليقة قبل سنة من الآن، حين وعد بتزويج الشباب وتزويدهم بالسيارات لونساج وتحويل معسكر أو مدينة أو معسكر إلى كاليفورنيا وإنجاز مليوني مسكن للمواطنين وإحداث ملايين مناصب الشغل للشباب في الوقت الذي ألغيت فيه مشاريع غير استراتيجية منها الترامواي على سبيل المثال للحصر. فهل يعقل ألا تتوقع حكومة تحكم دولة بحجم الجزائر انهيار أسعار النفط، أو على الأقل احتمال هذا قبل فوات الأوان، رغم أن اقتصادها يعتمد بنسبة 97% على ريعي المحروقات؟ لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن أتشرف عن طريق سكايب بالأستاذ سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد. أهلا وسهلا بك سيد سفيان. أهلا، مساء الخير. مساء النور، مرحبا بك. أولا، ما هو تعليقك على هذه التصريحات أو الخرجة الأخيرة التي تبدو أنها جديا، يعني جدية، رغم أن رئيس الحكومة سيد سلال عودنا على خرجات فيها تهكم وفيها سخرية وفيها نكتة، والآن هو يتحدث بصورة جدية؟ والله العظيم، شوف، لأول مرة ربما الوزير الأول بدأ يعود يرجع للواقع ويتكلم بنوع من الواقعية. نعم. منذ أشهر وسنين وهو وكل من حوله وحول الرئيس الحالي كلهم يتكلموا بتفاؤل ورايحين يزيدوا يوزعوا الريع ويعطيوا يعني ضمانات للناس كلهم، يسكنوا الناس ويخدموا الناس إلى آخره. أنت تعرف كيفاش هذه الوعود الكاذبة اللي صبحت يعني عادية. فاليوم بدينا نرجع للحقيقة، وعندما انهار سعر البترول وبدأت المشاكل في الأفق ما بقاش تهرب. الآن راهم يحضروا بسيكولوجيا في الشعب باش يقولوا له باللي لازم تغلق الحزام وتصبر نفسك، ومن الفوق الأمور صعبة ورايحين الأسعار تعاود تطلع والناس اللي تضيع المناصب نتاعها إلى آخره. كأنه يتكلموا يعني بهما أبرياء ما عندهم يعني هما ذنب في هذه الأمور. في الحقيقة وهذا هو الأسف تاعنا، نتأسف منذ سنين وإحنا نقولوا يا ناس ردوا بالكم، يا ناس هذا مش اقتصاد، راكم تعيشوا بالبترول والبترول إما ينتهي وإما الأسعار تسقط ونصبحوا في مشكل كبير. ها اليوم رانا في هذا التعب والحقيقة المزرية، فبدون يعني بلا ما يحشموا على عرضهم كما نقولوا يعاود يجي ويقفوا قدام الناس ويقول لك من الفوق راحين تعيشوا المشاكل انتوما، لانهما في السلطه ما عندهمش حاجه اللي تحيرهم. نعم، انت قلت له في مقال استاذ سفيان جلالي، كنت كتبت مقال في جريده الوطن عنوانته بصباح الخير سيد سلال، وصباح الخير هذه عندنا احنا في يعني في 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 لارجو الجيريان، يعني تعني في كل منطقه تعني حاجه. في الشرق يقولوا مثلا صح النوم، هل تعني صح ان الحكومه كانت نائمه رغم هذه المليارات وهذا الاحتياط الكبير؟ وسلال قاد حملة انتخابية كبيرة ووعد بيعني ربما مئات الوعود للشعب الجزائري بجميع أصنافه وفئاته. هذا هو المشكل، الحكومة هذه كانت برك توعد الناس بكل الأشياء
وقال لك احنا الازمه ما تمسناش، رانا بعاد على الازمه لان عندنا يعني من العبقريين اكبر في العالم اللي يسيروا في البلاد هذه. واللي نهار بدات ازمه البترول، يعني انا نذكر الاخوان في سبتمبر 2014 راه عندها الان 8 شهور، قال لك احنا هذه نعمه وان شاء الله يعني نفرحوا بها. اما الان صباح النوم ولا صباح الخير ولا صباح النور، يعني كانوا بنوم سبات، كانوا راقدين عندهم يعني 15 سنه وهما يعني مش فايقين في كيفاش يمشي العالم، كيفاش يمشي الاقتصاد، كيفاش تمشي المنظومه الماليه. والان صبحوا يقول لك درك يبداو يبكي ويقول لك الله غالب والازمه جاتنا من الخارج وحنا درنا اللي علينا. الحقيقه المره انه الجزائر منذ 15 سنه صرفت وبخرت 800 مليار دولار، يعني هذه القيمه اللي نفكر انه في 1989 عندما انهار القطب الشيوعي ألمانيا الفيدرالية اشترت ما بين قوسين ألمانيا الديمقراطية كلها وأدخلتها في المنظومة نتاعها بقدر حوالي 1000 مليار دولار. فهذا المبلغ هذا كنا نقدر نطور الجزائر، كنا نقدر نبني كل البنيان التحتي، كنا نقدر نستثمر نشتري يعني شركة ضخمة اللي كانت في طريق الإفلاس في الخارج، نستعمل إمكانيات السوق نتاعنا. أنا كنت أعطيت مثل شركة فولفو اللي عندها المعامل والمصانع ويعني المعرفة تاع التقنية إلى آخره، اشترت بشراوها ب 3 مليار دولار. واش كانت هي 3 ملايير دولار امام 200 مليار دولار في الاحتياط. اما الان رانا كل شهر نصرفوا ما بين 4 و 5 مليار دولار باش نسدد يعني الاستيراد تاع المواد الاستهلاكيه. ابقى معي استاذ سفيان، ابقى معي استاذ سفيان جلالي. تنضم الينا السيدة زبيدة عسول رئيسة حزب التغيير والرقي من الجزائر. أهلا وسهلا بك السيدة زبيدة عسول. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور السيدة زبيدة. فقط نصحح الحزب اللي نترأسه اسمه حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي. حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي. وصلت التعديل إن شاء الله. شكرا جزيلا. السيدة إذن رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي السيدة زبيدة عسول، ما هي ما هو أول تعليقك على تصريحات سلال في هذا الوقت بالذات؟ هل هذه الصراحة سيتبعها ما يؤكدها وما يصادق على هذا التصريحات؟ يعني هو لا أعتقد أنه قالها هكذا جزافا، وإنما ربما لتحذير الرأي أو لشيء من هذا القبيل، فما هو تعليقك في البداية؟ الحاجة الأولى اللي نقدر نقولها أنا هو أنه الحكومة اللي متسبة في الأزمة المتعددة الجوانب في الجزائر ما تقدرش هي تحل الأزمة. نعم. هذا من حيث المبدأ. الحاجة الثانية، نفس الوزير الأول اللي تتذكر والشعب الجزائري كل يتذكر نظن خلال الحملة الانتخابية تاع الرئاسيات تاع 14 أفريل 2014، كان توجه في هذا الحملة هذه للشعب الجزائري وخاصة الشبان ويقول لهم تو فا بيان وما لازمش تسمعوا هذا الخبراء اللي راهم يقولوا راح نشوفوا في الأفق انخفاض أسعار النفط والدراهم تاع لونساج تزوجوا بها وزهوا بها وديروا بها واش تحبوا. إذا كي نشوفوا هذا التصريحات تاع اليوم، أنا نقول فقط باللي التصريحات تاع الوزير الأول هي اعتراف بالفشل، يعني هذا دليل قاطع على أن الحكومة فشلت في كل سياساتها المتعاقبة خلال 16 سنة من الحكم، وكل الاحتمالات والدراسات اللي كانوا قدموها الخبراء وحتى احنا العديد من الأحزاب السياسية بما فيها الحزب اللي رانا نترأسه كنا ناديه من 2012 وحنا نقولوا يا ويلنا نهار ينخفض أسعار البترول والنفط كيفاش الجزائر راح تواجه الأزمة. هل هذا؟ نعم. هلا سيدة زبيدة، هل هذا يعني أن سلال سيدفع ثمن فشل كل الحكومات السابقة التي رافقت بوتفليقة طيلة 3 عهدات؟ يعني الآن
هو حكم ربما 3 إلى 4 سنوات، هل سيتحمل مسؤولية الجميع؟ وربما سيقال من طرف بوتفليقة ويؤتبر رئيس حكومة آخر، لأنه لا يعقل أن يصرح رئيس حكومة بالفشل وبعدم توقع انهيار أسعار النفط وبعدم حتى احتمال واستشراف هذا في الخطاب الاقتصادي ثم يبقى على رأس الحكومة. لا شوف، هو اولا حتى كي تشوف التصريحات تاعو راه ما يقدم حتى بدائل وما يقدم حتى ميكانيزمات. هو يقول في التصريحات تاعو يقول سوناتراك يوجه لها الدعوه يقول لها لازم تزيدي في الانتاج تاع النفط. نعم. يعني هل هذا الحل، هذا هو الحل حقيقه تاع الازمه؟ في حين ان الجزائر اليوم اكثر من اي وقت مضى محتاجه انها حقيقه تمد دفعه نوعيه للانتاج الوطني، للاقتصاد المنتج الوطني اللي كانوا العديد كما قلت لكم من الخبراء من الطبقه السياسيه ومن التجمعات والتنظيمات تاع ارباب العمل كانوا يناديوا بها عندها عشرات السنين، ولكن كانت الحكومه دائما ما دير روحها ما تسمعش وما تشوفش وما تفهمش. لكن اليوم المشكله اليوم هو انه احنا رانا نواجه في حكومة اللي ما زالت تستعمل نفس الحيل والأكاذيب باش تزيد ترقد الشعب هذا. حتى شوف التصريحات تاعو اللي قالها بمناسبة تنصيب المدير العام لسوناتراك، يعني ما كان فيها حتى اقتراحات ملموسة، ميكانيزمات كيفاش نديروا باش نواجهوا هذا الوضع. بالعكس راهو يقول للجزائريين باللي راح نوصلوا الى التدين، ومن جهة اخرى يقول احنا راح نديروا ترشيد استعمال كل منتجات النفط، ولكن يقول ما نرفعوش في الاسعار. يعني انا نذكر باللي انا في 2012 كنت قدمت قلت لازم الحكومة ترجع الى ترشيد النفقات عن طريق ماذا، لو كان منذ 15 سنة رفعنا مثلا بنسبة 1% ولا 2% كل سنة بالنسبة لمنتجات النفط عندنا، يعني في الكاربيغون وفي الغاز وفي التريسيتي، أولا المواطن ما تجيش حاجة ثقيلة، وثانيا يتعود على هذاك، وثانيا يكون الترشيد. لكن هذا فيما يتعلق عليها هي كيفية ترشيد النفقات العمومية. نعم. على مستوى الوزارات والإدارات. هذا ربما يعني لن يأتي بكثير الاقتصاد الجزائري، مقابل أن هناك 760 ألف شركة جزائرية منها 300 ألف شركة للاستيراد. هذا صار فيه بعبع كبير، صار فيه ما يسمى بمافيا الحاويات. هل يستطيع السلال أو غير السلال أو ربما حتى بوتفليقة أن يفرض سياسة على هذا الاستيراد الذي يعني 50% من الشركات الجزائرية تعمل كلها على الاستيراد وتستنزف كل العملة الصعبة تقريبا التي وصلت إلى 60 مليار كلها مستوردات؟ صحيح، لكن انا نقول لك هذه مساله الاستيراد شكون اللي مسؤول عليها؟ شكون اللي فتح مساله الاستيراد بهذه الطريقه؟ نعم. وخلى الناس هذو هم اللي درك يفرضوا سياسه الامر الواقع على الحكومه. هذا يعني بان الحكومه ما كانتش عندها القدره والكفاءه اللازمه باش تدير السياسات نتاع الرقابه. اولا هذا هو دور الدوله. نعم. الاساسي هو قدرتها على فرض هيبه القانون وسلطان القانون والاختيارات. هذا يدل مره اخرى بانه هذه الحكومات المتعاقبه ما كانتش اولا عندها رؤيه استراتيجيه على المدى المتوسط والبعيد، ما قدرتش تتنبأ بكل هذه الامور، رغم انه قلت لك العديد من الخبراء راهم يقولوا باللي كانوا يتيغي لا سونيت دالارم، يقولوا يا ولدي ما نقدروش نكملوا في هذه الطريقه، رانا رايحين الى طريق مسدود، ولكن ما كانوش يسمعوا. الان انا نقول لك المشكله الاساسيه هي انه الحكومات المتعاقبه ما كانش مساءله. لما حكومة تفشل بهذا الفشل وما كان حتى مساءلة، ما كان حتى وزير أول يتنحى، ما كان حتى حكومة تتنحى، ونجيبوا أشخاص ونبدلوا الأشخاص. أنا إحنا من الناس في الاتحاد من أجل التغيير والرقي قلنا المسألة مش مسألة تغيير أشخاص، لأنه بغض النظر قد يكونوا الأشخاص هذو عندهم كفاءة تقنية في الاختصاصات اللي تحطوا فيها، لكن لما يكون نظام الحكم وأسلوب الحكم وأسلوب الإدارة هو نفسه لن تتغير الأمور. هذا إحنا معارضة السيدة زبيدة. ومن بين الأمور السيدة الأساسية هي الإدارة. نعم. مازالت الإدارة لحد الآن. نعم. هي المهيمنة على. نعم. القرار السياسي وعلى القرار الاقتصادي وعلى كل القرارات. نعم. السيدة زبيدة عسول. السيدة زبيدة عسول، أنت كرئيسة حزب تنشطين في الجزائر تعرفين هذه المشاكل يعني جيدا، لكن كيف لكم أنتم في المعارضة؟ لا نتكلم عن الطاقم الحكومي وعن الذين هم في الموالاة، فهم بالضرورة يعني لا ينتقدون ما يحدث. أنتم الآن في المعارضة،
ماذا تنوون فعله من أجل، ليس من أجل تغيير الحكومة أو تغيير النظام، من أجل وقف انهيار الجزائر؟ لأن هناك معلومات تقول خبراء كما كنت تتحدثين بعد 5 سنوات ستدخل الجزائر، إن بقيت 5 سنوات يعني الأسعار على هذا النمط وحتى تصل إلى 100 دولار ستبدأ الجزائر في الاستدانة، وهي الآن تعيش على حافة 5 أكتوبر 88 كل الشروط متوفرة. احنا على كل حال ما نتمناوش يعني احنا في حزب الاتحاد من اجل التغيير والرقي دائما نقولوا باللي الجزائر عاشت فتره داميه وما نتمناوش، وان شاء الله ربي يحفظ البلاد نتاعنا من هذه الانزلاقات الخطيره. وكنا دائما ننبهوا السلطه على انه الجزائر يا ولدي راكم لو كان ما تغيروش نمط تسيير ونمط اداره الشان العام رانا نروحوا الى الهاويه. لكن نقول لك احنا بالنسبه لنا كحزب دائما نقولوا باللي الدور تاع المعارضه هي اولا تعمل مع المواطنين على رفع الوعي العام، لانه وكانه الشعب تاعنا يعني ماهوش واعي بخطوره الوضع. احنا دورنا اولا كسياسيين نرفع الوعي العام، ثانيا الدور تاعنا احنا اقترحنا حتى في المناسبات اللي كنا فيها نعقبوا سواء في وسائل الاعلام او في المقترحات عن طريق المساهمات اللي نديروها في الجرائد المكتوبة دائما نقدموا البدائل. البدائل احنا اعطيناها هو انه لازم يتغير نظام الحكم واسلوب الادارة ونبني دولة القانون. ما عندناش حل واحد اخر في اننا نبني دولة القانون، لكن لازم باش نبني دولة القانون لازم المجتمع ايضا المواطن الجزائري يحس روحه معني، لانه اليوم ما هوش مستقبل هذا الجيل هذا برك اللي راه موجود، راه مستقبل الاجيال الجاية اللي راهو مرهون اليوم. وبالتالي لازم المواطن اليوم يكون واعي باللي لازم كامل نتكافوا ونديروا المجهودات باش نحاولوا كيفاش نديروا تغيير سلمي وبالطرق السلمية ونرجعوا إلى جادة الصواب ونبنيوا دولة القانون ونجيبوا أيضا الناس المختصين وذوي الكفاءات وما أكثرها في الجزائر وخارج الجزائر. وصلت الرسالة. سيدة زبيدة عسول أشكرك على المشاركة معنا. سيدة زبيدة عسول رئيس الاتحاد من أجل التغيير والرقي في الجزائر كنت معنا، أشكرك. أعود إلى ضيف عن طريق سكايب سفيان، السيد سفيان جلالي. أستاذ سفيان كما كنت تستمع للسيدة زبيدة تقول بأنه لابد من تغيير أسلوب تسيير الدولة والاقتصاد والاعتماد على الاقتصاد المنتج بدل هذا الاقتصاد الذي يعتمد على الريع. سلال يقول نستطيع أن نسير الجزائر منا حتى 2019 يعني حتى انتهاء هذه الاحتياطي المالي الموجود في النقدي اللي يقدر الآن بحوالي 180 مليار دولار، يعني سيقضم منها كل عام تقريبا 50 مليار دولار، وبالتالي ستنتهي في 2019 وانتهاء العهدة. يعني ما الذي تحضرونه كمعارضة لمنع انهيار الجزائر والدخول في أزمات، وتكون أزمات خطيرة جدا حسب قول سلال؟ فليس هناك حل، ليس هناك اقتصاد منتج، كله مبني على الاستيراد. نعم تفضل استاذ. نعم بالضبط التحليل صحيح، ولكن عندما سي سلال يقول باللي كان الاموال حتى 2019 انا نظن ان هذا تحليل تفاؤلي باش يهدن يعني المخاوف وما يخليش الجزائريين يعني يتقلقوا اكثر من اللازم. الحقيقه انه ما نظنش انه الاموال اللي بقات تقدر تروح حتى 2019، ربما المشكل يصبح عويص جدا في 2017 ولا اقصى حد 2018، ولكن يعني كل ما ينجر على هذه الازمه الماليه والاقتصاديه اصبح اليوم ملموس، يعني ما ننتظرش حتى 2019، ربما الاخوان يظنوا انه مازال عندنا 4 سنين نعيش بالبحبوحه هذه اللي عشنا فيها. هذا الشيء غلط. اليوم الأسعار في السوق يعني ملتهبة ورايحة تزيد مع سيدنا رمضان، هو جاي في شهر جوان، في الدخول الاجتماعي يكون ساخن جدا، لأن ما بين الطلب والعرض كاين فرق كبير، كل الميكانيزمات الاقتصادية يعني في شلل. نشوف أنه كل المشاريع الكبرى اللي تمتص اليد العاملة من مشاريع تاع البنية التحتية، الطرقات، المشاريع الكبرى كلها رايحة تتوقف، وهذا
ما قال سي سلال يوم الأمس، يعني كل المشاريع هذه يخلوها للسنين المقبلة من بعد. هذا كله يعمل يكون عامل في تصاعد في الشوماج، يعني في البطالة، ويزيد يغذي يعني التضخم الانفلاسيون. وكل هذه يعطي يعني نوع المعيشي يسقط وينهار، وهذا في بدعة أشهر قليلة. لكن من يعطي أستاذ سفيان، من يعطي الحق أستاذ من سفيان؟ هو المسؤول على هذه الوضعية؟ هذه اللي حبيت نسألها. من يعطي؟ يعني ما نخلوش في إلا على الحكومة الحالية. نعم، المسؤولية ترجع منذ على الأقل 15 أو أكثر أو 20 سنة، لأن الجزائر عمرها ولا يعني بنات اقتصاد حقيقي منتج، وين نخليو الاستحقاق، وين نخليو يعني كيفاش نقولوا لي غوسوغز اومان، الموارد البشرية اللي عندها قيمة باش تصعد، ونخلقوا نخبة. كل شيء هذا كسروه، اختاروا الناس يعني على طريق الرداءة. نعم، منعوا الناس اللي يديروا الاستثمار الحر، داروا خلط. لكن سؤال سفيان جلالي قبل أن أنتقل إلى ضيفي السيد محمد حميدوش الذي هو ينتظر معنا على الهاتف، يعني من يعطي، يعني من له الحق من حكومة سلال ولا سلطة بوتفليقة أن يلجأ إلى هذا الاحتياط النقدي الذي يعتبر هو احتياطي للجيل القادم والأجيال، يعني أن يصرفه هو في 4 سنوات؟ هذا ما جمع في 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 على مدار 15 سنة يصرف في 3 سنوات كما كنت تتحدث، ربما 2018 ينتهي إذا ما بقيت إسعار في حدود 60، أما إذا ما وصلت إلى أقل من ذلك فمع الدنيا للسلام. من يعطيه الحق؟ هؤلاء أفسدوا 600 مليار على الأقل، ذهبت هباء، واليوم بقات 200 مليار ربما للبنية التحتية للأجيال، يريدون أن يصرفوها فقط من أجل تدعيم أسعار السكر والزيت وشراء السلم الاجتماعي. هل يحق لهم هذا؟ السؤال متوجه لي ولا لي؟ نعم نعم، متوجه ليك يا أستاذ سفيان. نعم، باختصار. نعم نعم نعم، الحقيقة ما عندهم أي حق، لأن اليوم السلطة ما بقاتش عندها شرعية، ما هيش مؤسسة على إرادة شعبية حقيقية. الآن ما عندنا إلا خيار واحد باش نخرج من هذا المأزق، وهو العودة للسيادة للشعب، والخطاب الصريح والحقيقي، نقول يعني كل الحقائق للشعب باش ما نتلعبش وما نكذبش على الشعب. نعم، ونتخلى من هذا الاقتصاد الريع، ويعني اعطاء لكل واحد اموال يعني عجيبه ليصرفها بدون ما يكون مخطط متحكم فيه. الان لازم الجزائر تدخل في مرحله اخرى، مرحله تاع الجد، تاع الاستثمار المنتج. غير معقول ان حتى اليومنا هذا الضرائب والضرائب الجمارك الى اخره اكثر يعني مثلا المواد الاوليه من المواد الاستهلاكيه. عندما انت تحب تصنع شيء وتجيب المواد اللي تخليك باش تصنع هذا الشيء، ابقى معي، وصلت الفكره استاذ جيلاني، يعني تخلص اكثر. نعم، للجمارك من اذا جبت بالمواد الاستهلاكيه النهائيه. ابقى معي استاذ سفيان جلالي، ابقى معي استاذ سفيان جلالي. اتوجه بالسؤال الى السيد محمد حميدوش، خبير اقتصادي وبحث اكاديمي من الجزائر. بعد الترحيب بك السيد محمد حميدوش، انت قلت في احدى تصريحاتك او كتاباتك، نعم، قلت بان الاقتصاد الموازي سيكون بحدود 2020، يعني يملك 50 مليار موازية ل 50 مليار في الاقتصاد الرسمي الجزائري، وهذا ما سيؤدي ربما إلى انهيار الدولة الرسمية ودخول الجزائر تقريبا مباشرة في السوق السوداء. أنت معنا؟ نعم نعم، تفضل. ولكن ما هو السؤال؟ نعم، السؤال هل يعقل الآن، يعني بعد أن 15 سنة صرفت حوالي 600 مليار او 700 مليار، بقي هذا الاحتياط الذي كما طرحته على السيد سفيان جلالي، احتياطي 200 مليار للازمات، لكن سيصرف دون حل الازمه، يعني
في 3 سنوات 4 سنوات ستصرف 200 مليار دولار، لكن سنسقط في الأزمة وسنعود إلى الاستدانة بدل من استثمارها. في الحقيقة الشيء الأول هو أن ما نشاطرش الرأي يعني، ولا يعني كل من نتكلم على الأزمة بما فيه الوزير الأول، لأن لما نتكلم على الأزمة أولا كاين مرحلة تاع الشعور بالأزمة، وهنا يليق يكون استباق. وفي اعتقادي أن كل من يتكلم على الأزمة يليق يكون البوادر نتاعها. إذا نذكر أن الأزمة وكأننا في أزمة يعني بدأت اليوم لما نتكلم على سعر الدولار، أو عفوا نتكلم على انهيار أسعار النفط، وفي الحقيقة الأسعار يعني انخفضت ماهوش بالمستوى ولا بالدرجة اللي رانا في أزمة. نذكر أن المتوسط الأسعار المتوقع خلال يعني هذا العام تاع 2015 المتوسط اللي صرحناه مع المؤسسات المالية الدولية ما بين 59 و64 دولار، ولما نقارنه مع حاجيات الميزانية أو لما نقارنه مع الدخل تاع السنة الماضية معناه أن دولة رايحة تفقد 10 ملايير دولار. أيوة. إذا كان شفنا من هذا المنطق هو 10 ملايير دولار بالنسبة للميزانية تاع 110 ملايير دولار، بالنسبة للدخل القومي تاع 210 ملايير دولار، معناه رانا نتكلم على انخفاض تاع الدخل تاع حوالي 10%، وبالتالي ماهوش بالحجم تاع التهويل تاع الأزمة. إذا في الحقيقة إذا كان بقينا على هذا المعيار تاع البترول، الجزائر في أزمة منذ تأمين البترول. لماذا؟ لأن كل الدول اللي تعتمد على البترول تعرف بما يسمى بالسيندروم هولندي، لأن هذا الظاهرة بدأت في هولندا في 1957. وفي الحقيقة يعني الاقتصاد لما يولي يعتمد على يعتمد على الإنسان، هنا يعني رانا رايحين ندخلوا في سياق جديد. إذا الرب سبحانه وتعالى يقول لك كرمنا بني آدم، إذا المشكل راه في بني آدم والحل راه في بني آدم. نعم، لكن هل تعتقد أن هذا الاحتياط النفطي، يعني لو تكون هناك حكومة مسترشدة عقليا في الإنفاق وفي الاستثمار، هل سيصرف فقط على دعم أسعار الزيت والدقيق والسكر وغير ذلك، أم أنه سيوجه إلى الاستثمار ولو في البنية التحتية، لأن هذا ما سيأتي بأرباح ولو على المدى البعيد، لكن ما نراه اليوم هو المزيد من الاستيراد. وكما ذكرت في السابق هناك حوالي 800 ألف شركة نصفها كله يستورد، كيف سنحافظ على مثل هذه الثروة ولا يتزايد الإنفاق؟ هو شوف في الأساس نرجع على القواعد الأساسية في الاقتصاد. نعم. الآن في مستوى النمو، وبالتالي احنا الجزائر في حالة إلى توجه نحو نموذج للنمو. لما نتكلم على نموذج للنمو إذا فيه بالدرجة الأولى الاستهلاك. إذا الآن ما هي الطريقة الأحسن والمثلى اللي تخلينا يعني الاستهلاك يخدم الاقتصاد؟ الشيء الثاني اللي نحسن أو نوضع آليات فيما يخص تطوير الاستثمار. أيضا الفائض اللي يبقى من الاستهلاك رايح يكون الادخار، ما هي الإصلاحات اللي نوضعها في المنظومة المالية والبنوك حتى نستقطب الادخار المحلي والادخار الدولي ليوجه إلى آليات الإنتاج. أيضا في نموذج النمو نوجد النظام الضريبي، لأن النظام الضريبي يعتمد على الجباية البترولية، وفي الأخير عندنا الرصيد تاع الصادرات والواردات. إذا الصادرات أنا في اعتقادي في ما يوجد يعني من موارد بشرية لها من الأفكار. نعم. والقدرات قادرة يعني تجعل من للجزائر يعني على الأقل في السياحة ما يمكنش يعني الآن نتكلم على 200 مليون دولار، إذا القدرات تاع الجزائر قادرة تفوق 10 ملايير دولار، وبالتالي مخطط تاع سنتين أو 3 سنوات. مثال لما هذه السنة نتكلم على أن يعني بالمقارنة مع السنة الماضية نضيعوا 10 ملايير دولار، إذا قادر القطاع السياحة لوحده يعوض هذا الجزء يعني هذا العجز في مدة يعني أقل من 3 أو 4 سنوات إذا كان وضعنا مخططات. وفي الأخير يعني حتى يعني الاستيراد ما يكفش نجرم من الاستيراد. الاستيراد هو عملية اقتصادية
لما فتحنا اقتصاد السوق الحقيقة لم نفتح اقتصاد السوق وإنما فتحنا التجارة الخارجية. المشكل هو أننا نتكلم إلى يعني الانتقال إلى اقتصاد السوق، ولكن اللي نفهم أن لما نعتمد على الملكية العمومية عوض ما نعتمد على الملكية الخاصة، إذا رأنا دلنا يعني من سنة 1988 إلى يومنا هذا نتكلم على الانتقال من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق، وهذه المرحلة الانتقالية في الحقيقة يجب أن نضع لها مرحلة نعم سيد محمد حميدوش. سيد محمد حميدوش، نعم كلامك صائب بنظرة اقتصادية متفائلة، لكن أنت أذكرت قضية الضريبة، لا تجمع الضرائب خاصة من طرف الشركات الكبرى نتيجة المحاباة، نتيجة عدم وجود محاسبة، نتيجة ضعف كذلك جهاز يعني جمع الجباية والجهاز الجبائي وغير ذلك، كذلك البنوك يعني الآن سلال وغير سلال يتوجهون إلى تمويل المشاريع عن طريق البنوك لتدخل في هذه الدائرة المالية الاقتصادية، لكن البنوك اليوم نحن أمام بنوك لا يثق فيها المواطن الجزائري ولا يثق فيها المدخر كما لا يثق فيها المستثمر، وما يحصل لبنك خليفة اليوم والمحاكمات وما حدث وخيانات وغير ذلك يعني يزيد من تنفير المستثمر من البنوك، إضافة إلى أن الناس لا تتعامل بالحسابات الجارية والبنوك والشيكات وغير ذلك بل يتعاملون بالشكارة، يعني كيف هذا سيكون مفيد يعني كآلية في تحسين الأداء الاقتصادي والمالي على وجه الخصوص؟ نعم شوف، يعني أنت الآن راك في لندن، ربما تكون راك زرت البرج شارك، المبلغ نتاعو فات 14 مليار أورو. نعم. وفي الحقيقة التمويل لم يأتي يعني أورو من بريطانيا الحكومة، رأس مال يعني إماراتي هو اللي يمول هذا المشروع، لأنه مشروع فيه مردودية، يعني نتكلم على أكثر من 14 مليار يورو. إذن معناه هو أن المستقبل تاع المشاريع اللي تخرج من الدائرة تاع الميزانية تخرج من الدائرة تاع الخزينة، معناه أن رأس المال العام أو العمومي يدخل في المشاريع على أساس أنه شريك لما تكون فيه خدمة عمومية، وبالتالي الآن اللي ننتقل نحو تفكير وين يولي القطاع الخاص هو اللي يلعب الدور نتاعو، وهذا هو اللي راه عندنا غايب في الاقتصاد. الشيء الثاني واللي هو ربما اهم لما نتكلم على ترشيد النفقات، هو في الحقيقه نتكلم على بعض الفقرات، مثال نفقات يعني سوق يعني تصبح اسراف، لما نتكلم على الملتقيات، لما نتكلم على الندوات، لما نتكلم على ميزانيات فائضه. في الحقيقة هو عندنا مشكل على مستوى البرلمان. نذكر أن في البرلمان مثال البريطاني عندك ديوان للميزانية هو تابع للبرلمان. إذن فيه خبراء، عملية استشراف، وبالتالي فيه مواجهة في الميزانية. إذن البرلمانيين يعتمدوا على خبراء بناء على هذا الديوان، وفيه حكومة لما تقدم ميزانية، لما تقدم اقتراحات، إذن فيه مواجهة من جانب كاينة إدارة يعني عندها توجه سياسي تعتمد على صياغة سياسة ربما فيها الكثير ما يقال، ولكن في المقابل البرلماني لا يصادق بالجملة على ميزانية قد ربما فيه يعني تدابير قد تسيء أو تحسن للخدمة العامة. إذن نفس هو الحال أيضا في يعني أمريكا، يعني مجلس الشيوخ عنده ديوان للميزانية يقوم بالاستشراف، عنده يعني أكثر من 257 خبير متخصص يخدم مع 50 يعني سيناتور. إذا العمل نتاعو هو عمل موازي، مع العلم أن شكرا جزيلا السيد معليش دهى من الوقت، كلام مهم جدا، ونتمنى أن نلقاك مرة أخرى للحديث بعمق أكبر في المجال الاقتصادي. السيد محمد حميدوش الخبير الاقتصادي والبحث الأكاديمي كنت معنا من الجزائر، أشكرك شكرا جزيلا. أعود إليك السيد جلالي سفيان. سي حميدوش كان يتحدث ربما يقارن الجزائر مع دول متجذرة في العمل المؤسسي، العمل الاستشرافي عن طريق هذه المعاهد وهذه المجالس الاقتصادية، هذا عمل كبير عندما يوكل الأمر إلى
أصحابه وخبرائه ومختصيه، وهذا لا يوجد في الجزائر. نعرف أن كل البرلمان، وقد استقال بعض البرلمانيين لأنه يخضع لمكتب معين، المكتب يخضع إلى الحكومة، والحكومة تخضع إلى مكتب في الرئاسة وغير ذلك. على كل حال الآن نعود إلى الموضوع من الناحية السياسية. الآن نحن أمام مسؤوليات كبيرة، وربما قبل انفلات الوضع. لماذا المعارضة الآن صارت هل يأست من العمل السياسي؟ صارت لا تثيرها مثل هذه التصريحات، مثل هذه الأوضاع التي وصلت إليها الجزائر. ربما حاولت، وربما لأنها تحاول فقط فرادة وليس بقوة جماعية. كما بدأت التنسيقية كانت قد أحدثت أثرا كبيرا في سلوكات الحكومة في بدايتها، لكن الآن تقريب انطفأ وخامدت قوتها، وبالتالي فأين هي المعارضة من كل هذا؟ نعم، ربما هي مرحلة برك فقط، نوع من تراجع إعلامي، ولكن المعارضة تعمل بجد. نحن في صدد تحضير مؤتمر مغلوق إن شاء الله في يوم 6 جوان، نعم. ويكون عمل كذلك مسبق للتنسيقية، ودائما يكون رد فعل أمام الانزلاقات هذه اللي نشاهدها. الحقيقة هي كما كان قال سي محمد حميدوش، المشكل هو مشكل مؤسساتي. من خلال الأمثلة اللي أعطاها في الدول الأخرى نعرف أنه دائما نجاعة منظومة اقتصادية لازم تكون مراقبة، يكونوا خبراء، ولكن في إطار منظم، ودائما متكلين على السيادة الشعبية. فلازم من جديد نعود نبني المؤسسات البلاد، مؤسسات سياسية لضم داخلها الأحزاب من الموالاة ومن المعارضة، وبكل إمكانيات العمل لنوصل إلى الملفات، نوصل إلى النصوص، نوصل إلى بعض الحقائق اللي ربما ما تصيبهاش عند العامة. فهذا هو المشكل الأصل، المشكل هو سياسي، كيف ندير أمور وشؤون البلاد. هل ستضطر مثلا اقتصادية أو سياسية؟ سيد سفيان الجلالي، هل ستضطر المعارضة مثلا إلى التنسيق أو إلى العمل بمبادرة السيد نبو، مبادرة الأفافاس للتقارب، لما تسمى مبادرة الإجماع الوطني للتقارب مع على الأقل أحزاب الموالاة، إذا لم نتكلم عن الحكومة وعن السلطة؟ هل هذا وارد مثلا لتلطيف الأجواء ولفتح ربما آفاق وقنوات جديدة للتواصل من أجل مصلحة الوطن؟ والله غير نخليه هذاك للمستقبل، لأن الآن ما نظنش أنه الأوضاع مهيئة باش يكون مباشرة اتصال. أنت شفت كيفاش تعامل رئاسة الجمهورية وتعامل كل المؤسسات التابعة إليها. أما الأحزاب، أحزاب الموالاة هي في حالة انهيار تام، نشوف واش راه يجري في الأفلان والمشاكل تاع الأحزاب الأخرى. في العفو، ابقى معي في المرحلة هذه لازم المعارضة تزيد تقوي نفسها، نعم. تعزز الموقف نتاعها، ثم بدون شك لازم نذهب إلى حوار شامل، نعم. ليتجه حتى أبقى إلى معي أستاذ سفيان. أبقى معي أستاذ سفيان جلالي. ينضم إلينا السيد محمد السعيد. محمد السعيد هو طالب بالمدرسة العليا للأساتذة، شاب طالب، ربما رأيه سيكون يختلف عما نسمعه دائما من طرف السياسيين، ربما محترفين، من طرف خبراء. أهلا وسهلا بك سي محمد السعيد. مرحبا صديقي العزيز. مرحبا بك، أنت طالب في المدرسة العليا للأساتذة. نعم، وهذه أول مرة نرحب بك. فما هو رأيك، ما هو تعليقك على ما وصل إليه سلال من قناعة من أن الأزمة بدأت تنخر فعلا جسم الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على الريع؟ هو ما فيش إنتاج، ما فيش كذا، منذ زمن بعيد منذ تقريب وجود الجزائر كدولة مستقلة بعد 62، لكن الآن الريع يتآكل والاقتصاد كذلك يتآكل معه، اقتصاد مبني على الاستيراد وعلى السلم الاجتماعي. تفضل.
بداية مرحبا صديق العزيز ومرحبا بالسادة المشاهدين. يعني ماذا تنتظر من حكومة فاشلة؟ نعم. هذه الحكومة هي حكومة فاشلة وعاجزة عن التسيير، لا تمتلك لا برامج ولا رؤية اقتصادية ولا مشاريع تنموية. يعني وعليه فإن انخفاض أو ارتفاع أسعار البترول ليس سببا رئيسيا للأزمة التي ستعيشها الجزائر. نعم. السبب الرئيسي في هذه الأزمة والتي لا يجرؤ عبد الملك سلال هذا الحمار الأول على ذكرها هو وجود طغمة فاسدة استنزفت خزينة هذه البلاد. يعني 200 مليار دولار احتياطي صرف الجزائر في البنك صندوق النقد الدولي، يعني لم يبقى منها شيء. يعني الحقيقة التي لا يعرفها الجزائريون أن احتياطي الصرف الجزائري يعني أصبح اليوم تقلص إلى 9 ملايير دولار. أين ذهبت هذه الأموال؟ سأقول لك أن هذه الأموال ذهبت في الاختلاسات، اختلاسات طريق صيار شرق وغرب، اختلاسات سلطراك، اختلاسات شاكب خليل. هذه الأموال التي تبذر اليوم في عاصمة الثقافة العربية، هذه الامتيازات التي يمنحها اليوم سعيد بوتفليقة الذي عين نفسه ملكا للجزائر أو ربا للجزائر. يعني هنالك في الجزائر ليس هنالك أزمة اقتصادية يعني جاءت من ارتفاع انخفاض أسعار البترول، ولكن هذه الأزمة الاقتصادية سببها هي سوء التدبير. هو محمد سعيد الصوت ربما يصلنا نوعا ما رديء عن طريق الهاتف، لكن ما أطرح لك سؤال يعني أخير. أنتم كطلبة كيف تنظرون لمسألة التغيير، تغيير النظام الذي يحكم الجزائر؟ لا نتكلم عن السلطة والحكومة، إنما التغيير النظام، الأساليب التي تسير بها دواليب الاقتصاد والسياسة وغير ذلك، كيف تنظرون إليها وماذا بوسعكم أن تفعلوا كطلبة؟ يعني صديقي العزيز لقد قلت سابقا أن المشكلة ليست في ارتفاع أو انخفاض أسعار البترول، المشكل الأساسي والرئيس هو الاختلاسات، هذه الاختلاسات التي أنهكت كاهلة الخزينة، خزينة الدولة. يعني نحن كطلبة، يعني هنالك طلبة يدرسون الاقتصاد، هنالك العديد من الكفاءات في الجزائر، الجزائر ليست عاجزة عن نعم. أشكرك محمد السعيد، كان الخط رديء لكن وصلت فكرتك، وصلت رسالتك، كنت ركزت كثيرا على مسائل الفساد التي نخرت جسم الاقتصاد الجزائري. محمد سعيد شكرا لك، طالب بالمدرسة العليا الأساتذة، كنت معنا من الجزائر. أعود إلى ضيفي عن طريق سكايب سي سفيان جيلالي. هل يستطيع أي رئيس حكومة أو حتى رئيس دولة في ظل هذا السيستم يعني الموجود أن يقوم بأي إصلاحات في أي مجال من المجالات الاقتصادية مع وجود هذا الكم الكبير من الفساد؟ المحاكم تعج اليوم بمسائل الفساد، وربما كما يقول المثل ما ظهر ما خفي أعظم. يعني إلى أي مدى؟ نعم تفضل. بالضبط. لا في الحقيقة ما بقاش إمكانية تغيير وإصلاح في ظل هذا النظام، لازم النظام هذا كله يزول ويأتي نظام جديد. المشكل هو كيفاش ننتقل من نظام إلى نظام آخر بطرق سلمية وبدون ما يكون انزلاقات. نعم. هذا هو الخطر. فالمعارضة هي تهيئ في نفسها على كل حال وتحاول توضع إطار عام ونتفق كلنا حوله من يعني كل التيارات السياسية. هذا شيء إيجابي جدا. عندما المعارضة كلها اتفقت حول أرضية مازافران ونتكلم عن المرحلة الانتقالية وكيفية الانتقال إلى دولة القانون والحق والديمقراطية، فالمسار حقيقة صعب وطويل، ولكن هذا هو الرهان. نعم. الرهان على الجزائر اليوم كيف نخرج من النظام الفاسد الحالي. نعم. الذي لا يمكن أن نغير أي شيء تحت الظل تاعه وننتقل إلى نظام مفتوح. نعم. لحد الآن يعني سفيان الجزائريين يشاركوا بكل ديمقراطية. نعم لحد الآن أستاذ سفيان ما زال رئيس الحكومة يتحدث عن ضرورة اكتشاف آبار جديدة، اكتشاف مناجم جديدة لاستغلالها في جميع مجالات الطاقة وحتى المعادن. يعني لا نرى بأي علامة من علامات وعي الدرس. يعني إلى أي مدى سيستمر في هذه؟ الرجل يقول بكل صراحة دعس للإطارات قطاع الطاقة لتطوير الاستكشاف في ميدان المحروقات لمضاعفة الاحتياطي، وأضاف أن القدرات المنجمية الوطنية القارية والبحرية غير مستكشفة بالقدر الكافي، 66% في المجال المنجمي شاغر. يعني هذا ليس خطاب اقتصادي يعني صراحة.
شوف المشكل هما دائما على نفس المنطق، يعني ما عندهمش امكانيات التغيير، مش متفتحين، والمشكل اكبر مشكل هما ماهمش في الحكومه او في السلطه باش يعملوا ويديروا جهد ويفكروا ويخدموا، ولكن هما في الحكومه باش يستغلوا الامتيازات. انت تاتي يعني ببرنامج وين تقول لهم لازم تفتحوا ورشات ولازم نجندوا الناس ولازم نسهر ليل ونهار ونخرج البلد من المأزق، هذا شيء موش سهل. أما سي سلال وسي بوتفليقة والناس اللي حولهم هما يحبوا ملدة السلطة، يعني يحبوا التكسال ويحبوا الأموال ويحبوا السفر إلى الخارج إلى آخره، فمنطقيا غير ممكن مع الناس هذوما باش نخرج من الأزمة. هذا هو المشكل أصلا. ولكن اليوم يعني ما بقاش إمكانية الريع، والغضب في أوساط الشعبية بدأ يعني يكبر ويلحق اليوم. هو أنا أظن أن اليوم هذا قريب وين تكون تنفجر الأمور وحتى واحد ما يقدر يسير البلد بنفس الطرق، فلازم النظام الحالي يزول ويجي نظام آخر مبني على الحق وعلى القانون، ونبدأ من جديد نعود نبني المؤسسات ثم الاقتصاد والتنمية. نعم، الآن يعني لا يبدو أن هناك نية عند النظام الحاكم والسلطة الحاكمة في فتح قنوات الحوار مع المعارضة وحتى مع الموالاة. يعني ليس هناك حوار، هناك أوامر تعطى من فوق إلى تحت، ليس كذلك هناك أخذ بعين الاعتبار ما تقدمه المجالس من تقريرات، ما تقدم مؤسسات، ما تبقى من مؤسسات الدولة، كذلك ليس هناك حوار مع المجتمع المدني. هل هذا يعني أن السلطة تعيش ربما أيامها الأخيرة لأن ليس لها ما تقول، فما بالك ما تفعل؟ نعم، هذه قناعتنا، هو أنه السلطة مغلقة على نفسها وما عندهاش إمكانية الحوار، ما عندهاش ماشي مأهلة يعني باش تناقش، ما عندهاش حصيلة اللي تقدر تدافع عليها. هم همهم الوحيد هو كيفاش يقعدوا يعني دائما في السلطة وفقط. فمنذ سنين وسنين نسمع برنامج واحد وهو برنامج فخامته، ولكن في النهاية داخل البرنامج هذا ما كان ولا شيء. شفنا كيفاش تهديم البلاد، تهديم المجتمع، تهديم القيم، عدم بناء الاقتصاد، عدم استثمار، عدم الإنتاج، والآن يعني الأسطورة تنتهي، لازم فيها نهاية، والنهاية قريبة جدا إن شاء الله. إن شاء الله، وستكون نهاية سعيدة إن شاء الله، هذا ما نتمناه ويتمنى الشعب الجزائري. شكرا جزيلا السيد الأستاذ الدكتور سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد، كنت معنا الجزائر عن طريق سكايب. أشكركم أعزائي المشاهدين، أشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة التي عنوناها بأسعار النفط. كما كنتم تشاهدون تنهي موسم التهريج بين قوسين الحكومي في الجزائر بعد تصريحات سلال الأخيرة فيما يتعلق ببداية ظهور أعراض تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري المعتمد على الاستهلاك وعلى الريع والاستيراد. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.